بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. ودلوقتي وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا، فقرة سهم وكوس. ودايما بيبقى فيه جنود مش مجهولة معلومة، وزي ما فيه رموز في كرة القدم وكل الألعاب سواء كلعيبة، فيه برضه رموز وأساطير أما تكون في نادي بحجم نادي وكيان نادي الزمالك العظيم. عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة يعني من اساطير الصور والتصوير في مصر استاذنا الاستاذ محمد عبد التواب تيبو، المؤرخ الفوتوغرافي الكبير. استاذ محمد منورنا في قناه ناديك نادي الزمالك. نهارك ابيض يا خلود، واهلا بيك واهلا بكل المشاهدين الزملكاويه. منورنا طبعا يا استاذ محمد. حبيبي محمد عبد التواب بقى اللي موجود من سنين مع نادي الزمالك في الماتشات وفي البطولات وفي السفريات وفي كل حته ورا نادي الزمالك. امتى دخل نادي الزمالك؟ لا ده موضوع شرح يطول، لان انا دخلت نادي الزمالك طفل، يعني كنت بسال نادي الزمالك ده فين ومواصلاته ايه، وكنت بركب اتوبيس 20 دوت من المانيال عشان اروح عند مسرح البالون وادخل النادي واتفرج على التدريبات. ده في البدايات بقى، يعني ده في السبعينيات يعني كده بالظبط. حبك بقى يا استاذ محمد للتصوير واللي انت بقى خلاص حددت ان انت خلاص انت حابب ان انت تدخل وتكون موجود مع نادي الزمالك في موضوع التصوير بقى لا لا انا الموضوع مختلف وفي كتير ما يعرفوش. انا بدات كصحفي بالظبط، وكان من حسن حظي ان انا غير الجريده الرسميه اللي انا شغال فيها ان انا اشتغلت في مجله الزمالك، ولكن برضو إيماني بأن الصورة أهم من الخبر. يعني أي حاجة صحفية أساسها صورة ثم العنوان وبعد كده المحتوى بقى المضمون، يعني زي ما حضراتكم بتقولوا كده يمكن تبقى الصورة بألف كلمة وألف معنى. بالظبط بالظبط بالظبط. فابتديت أني أنا أستعين بمصورين عشان يعملوا لي الحاجة اللي أنا عايزها أو اللي تخدم شغلي. برضه ما كنتش ببقى مبسوط. ابتديت اتصور انا، ولو خالد مثلا عنده صوره قديمه لازم اخدها منه واعملها سكانر وارجع. فبقت القصه ماشيه في ناحيتين، ناحيه حاجتي الشخصيه اللي انا بصورها، والحاجه الثانيه الصور اللي انا باخدها من الناس خصوصا لو كانت ليها مناسبات. يعني دي كانت رؤيتك انت في التوقيت ده، اللي انت بالنسبه لك حولت من صحفي لمصور عشان وجهه نظرك في يعني بالزبط. ابتدى لا مع اختلاف بقى ما عادش فيه الجرايد الورقيه والكتابه كتير، يعني الواحد كان بيكتب صفحات يا خالد بالظبط. فزي ما انت شايف الصحافه دلوقتي عامله ازاي، السوشيال ميديا دخلت كمان بشكل كبير في الموضوع، فالموضوع بقى كله صور دلوقتي. طبعا طبعا لقيت نفسي بقى في التصوير اكتر. مش هينفع يا استاذ محمد تكون معايا وما اتكلمش معاك عن عمنا برضو عامل تصوير في نادي الزمالك عامل حلواني، يعني الجميل ده الله يرحمه ويحسن اليه. ده اكيد كان ليك ذكريات معاه، واكيد انت برضو يعني أنا علمك اكيد برضو حاجات كتير في واحنا انضمينا مع بعض في جوه نادي الزمالك في سنوات عمره الاخيره، يعني ما لحقتش اشبع منه. لكن قبل كده وانا في المدرج مع الدرجه الثالثه ووسط الشله بتاعت على قوت ربنا يديله الصحة، صحيح كان بيصورنا، يمكن كان هو المصور الوحيد اللي مسؤول عن نادي الزمالك وجمهور بيندى عليه تماما زي اللي بيحصل معايا انا دلوقتي. يعني تاريخ بقى خلاص. انا بقول انت دلوقتي وصلت اللي انت يعني واحد من الحاجات الكبيرة جدا جوه. والله انا حابب القصة دي بتاعت الجمهور دي، يعني انت كل ماتش ممكن تلاقي لي بتاع ما بين 500 700 صوره، وان دي كما انت حبيبها عشان انت اصلا من الجمهور كما لو كنت يعني لعيب كوره بالظبط. يا تيبو يا تيبو يا تيبو يا تيبو، وده شيء بيسعدني جدا جدا رغم ان في مشقه عليا، يعني بحكم الزمن وبحكم السن وبحكم ان مش هتقدر تلبي طلب كل واحد بيندى عليك، لكن ماشي الحال. يعني ده حاجه ساعداني شخصيا. عايز اعرف منك برضو مين يعني خلاص ما ابتديت بقى تصوير وابتديت بقى ان انت تدخل في نادي الزمالك بشكل يعني اساسي، مين كان رئيس النادي وقتها؟ لما دخلت كان المرحوم محمد حسن حلمي، وبالمناسبه يعني انا في قمه السعاده وانا شايف وجهه نظري ان احسن قرار خده مجلس اداره نادي الزمالك الجديد الاستاديو، ان هو يسترد اسم الاستاد يرجع تاني. يعني تاريخ طبعا محدش يقدر ينكره طبعا طبعا طبعا، واحد من الناس اللي اسسوا كتير في نادي الزمالك.
فهو كان المرحوم محمد حسن حلمي. قول لي بقى ذكرياتك مع ابرز النجوم في تاريخ نادي الزمالك، من اول بقى يعني لو هنتكلم، مش عايزين نتكلم قبل الالفيه، بس من اول الالفيه الجديده بقى وحتى وقتنا هذا، اجيال بقى انت عاصرت اجيال ونجوم كثيره. لا يعني الالفيه الجديده لحق منها عبد الواحد السيد، لحق منها طارق السيد، هنعرض دلوقتي معانا طبعا الصور او الذكريات، لحق منها احمد صالح، لحق منها احمد سمير، الناس اللي انا كنت قريب ليهم يعني، عبد اللطيف الدوماني، ايمن عبد بسيوني، ايمن عبد العزيز، عبد الحميد بسيوني، عبد الحليم علي، بالظبط كل دول كابتن مدحت عبد الهادي. الاسامي اللي انا اختصتها ده دول كانوا مقربين مني، وفي زيارات اسريه وحاجات كده. بالظبط. مين كان اقرب لعيب يجي بقى فيهم؟ مين كان ايه؟ مين كان اقرب لعيب لتيبو فيهم؟ ده انت كنت يعني العلاقه تروح تحكي معاه وتتكلم معاه، والله انا حصل النهارده كذا وحاجات. والله اللي الاسامي اللي انا قلتها لك كلها خالده على منزله واحده يعني. بالظبط. طب احنا دلوقتي هنعرض الصور نجوم نادي الزمالك بقى على ابو العيلة. نسيت كمان ابو العيلة. ابو العيلة انا كنت عايز اقول لك، خليته بالظبط. قول لي الصوره دي في الجورنان عندي، الصوره دي في الجورنان عندي، كنت بوري له ازاي بنعمل الجورنان يعني. الصوره دي كان عندي في الجورنان بنعمل حوار، وبعد كده حب يشوف الجورنان بيتعمل ازاي، فكنت بادئ معاه من الماكنتوش دوت اللي هو جهاز الكمبيوتر اللي بيوضب شكل الصفحه. ابو العيلة برضو واحد من يعني اللعيبه الكبار المميزين اللي جم في تاريخ النادي بصراحه، واحد من ابناء النادي. دي والدته ودي اخته. ده في البيت عنده؟ ده عنده في البيت. دي عنده في البيت. عنده في البيت. ده حسين عبد اللطيف يوم اعتزاله. كابتن حسين عبد اللطيف، سامحني انا مش هقول القاب يعني، ده حسين عبد اللطيف وعلي خليل. كان ساعتها كابتن علي غايب، ما حدش يعرف عنه حاجه. وقدر الكابتن حسين ان هو يدعيه لمهرجان اعتزاله اللي يقيم في استاد حلمي زموره. بالظبط. وساعتها خدنا الصوره. بالظبط. كابتن حسين برضو واحد من الكابتن الكبار طبعًا في تاريخ النادي. كابتننا بقى ده العندليب. ده العندليب، ودي والدته، وهو ما بيحبش الصوره دي تنزل. لكن ما كانش ينفع ما نزلهاش يعني، او ما جيبهاش، لان عبد الحليم احد رموز نادي الزمالك رغم الفتره القليله. عبد الحليم ما لعبش كتير او لعب عندنا كبير، لكن ليه تأثير لهدف التاريخي. هدف التاريخي طبعا، من أنقى الناس وأطيب الناس اللي الواحد ممكن حاجة يعملها. حاجة محترمة. بالزبط. حاجة محترمة. العندليب ده حاجة محترمة. بالظبط. كابتن عبد الواحد لعب واحد وبنته مش دي تقريبا 2006 صح؟ أو خمسة. 2006 تقريبا. على فكرة عبد الواحد عنده نور ربنا وفقها، في عضو اساسي في منتخب مصر للكره النسائيه. بالظبط. ربنا وفقها يا رب. صحيح. اعتقد هي دي، مش عارف دي نور ولا ملك. صحيح. دي الصوره دي تقريبا دي 2006، عشان دي الكره دي اتلعبت بيها في 2006. ايوه بالظبط. دي نور. بالظبط بالظبط. دي نور فعلا. دي صوره قديمه بقى دي. ده انا سامحني تالي فيها كابتن حماد امام ولا الصورة ده فيها كابتن حمادة آخر واحد تقريبا على اليمين. فيها مصطفى الصباحي وفيها بالظبط ومستشار جلال إبراهيم. وكابتن حمادة إمام. بالظبط. مستشار جلال إبراهيم وبينهم رئيس النادي، مش عارف ده حسن أبو الفتوح، حسن عامر باي، حسن عامر. بالظبط. الصورة بعيدة فمش قادر إن أنا بالظبط أحددها. ذكريات برضو يا تيم. طبعا 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 طبعا. ذكريات يعني طبعًا. أنت من أيام الأبيض وأسود. لا لو في حاجه قبل الابيض عامل اسود، لو في حاجه قبل الاسود. بالظبط. معانا برضو ده كابتن حماده، وده والده كابتن يحيى امام. وده بقى مش عارف ده حازم ولا اشرف يعني. مش واضح ليه قوي. ممكن يبقى اشرف بس يعني بالستايل ده كده والشياكه دي ممكن يبقى كابتن حازم. لا ما هو اشرف برضو شيك. طبعا. بس كابتن حازم يعني. ذكريات كبيرة. طبعا. وانت طبعا يعني ده كابتن حمادة. بص بقى حب للصورة بقى. الصورة دي بتوريك حب للصورة. انا كنت عند الكابتن حمادة في البيت بعمل معاه حوار، مش فاكر معاه ولا مع كابتن حازم. ودي الصورة دي معلقاها الدكتورة ماجي الحلواني، دي زفافهم، زفاف الكابتن حمادة امام والدكتورة ماجي الحلواني. انا قمت بالكاميرا صورتها من برواز. يعني الصورة دي منقولة من برواز، متعلق في بيت الكابتن. الصورة انت بالنسبة لك بتعبر عن الحب طبعا، طالع من الصورة كده يعني. الدكتورة ماجد دي حاجة برضو يعني طبعا. قامة كبيرة جدا طبعا يعني. طبعا طبعا. لكن انا فاكر ان انا طلعت الكاميرا وقمت صورتها من البرواز.
عايز اتكلم معاك بقى في الذكريات الجميله مع لعيبه نادي الزمالك على مدار بقى التاريخ، واكتر لاعب محمد عبد الوهاب صوره. بص، هو يعني في الغالب ان معظم المصورين اللي متواجدين اكتر حد بيصوروه شيكابالا واحمد زيزو. ده كلام. لا انا بكلمك على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا، مين اكتر لاعب محمد عبد التواب صوره بكل بقى الاوضاع، وهو بيتمرن وهو بيشرب وهو بياكل؟ حازم. كابتن حازم الايه؟ طبعا كابتن حازم. كابتن حازم، لاني بديت اصوره وهو في قطاع الناشئين، الجيل بقى اللي كان فيه محمد صبري ومدحت عبد الهادي. كابتن حازم معانا اهو، طبعا الدكتوره مي الحلواني. ربنا. ف صورته وهو ناشئ، وبعد كده طلع درجه اولى صورته، وبعد كده مشي بقى، اتقطعت الصله لما راح ايطاليا، بقى لما رجع خلاص صور قديمه قوي. كابتن حازم اهو، كابتن حماده ودكتور ماجي، حاجات برضو ذكريات جميله جدا. طبعا طبعا بالظبط، تبقى يعني تاريخ كده اما تيجي تشوفها دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده. من اكتر الناس اللي صنعت شعبيه الزمالك ابتدادا لوالده، يعني انا ممكن يكون والده هو اللي خلاني زملكاوي، وبعد كده بقى قول لي بقى كابتن عزمي طبعا الله يرحمه. الله يرحمه طبعا كابتن عزمي كابتننا. دي كانت صوره في فطار في رمضان، وكانوا عملوه قدام اللاعبين الكابتن احمد مصطفى والكابتن ابو رجيله وكابتن عزم مجاهد، كابتن طه بصري، كابتن سمير محمد علي، ناس كتير قوي كبار بقى، كبار رموز نادي الزمالك بقى. دي برضه ادي الكابتن فاروق السيد، كابتن احمد مصطفى. ده كان فطار في رمضان في نادي الزمالك. نادي الزمالك كان بالنسبه لهم هو البيت يا استاذ محمد. طبعا بيتنا كلنا، كابتن يعني طه وكابتن برضه رحمه الله عليه، بيتنا كلنا يعني دايما كان في كده، يعني الناس كانت بتروح نادي الزمالك. ده كابتن احمد طبعا، كابتن احمد سليمان. كابتن احمد سليمان كان برضو موجود في الفطار دوت. هو بص يا كابتن، الناس بتقول يعني دايما على المكان الغالي بيت التاني. لا بالزبط. نادي الزمالك ده بيتنا الاولاني. كلمني بقى عن الصوره دي بقى. الصوره دي كانت الاهلي والزمالك بقى في الصوره دي، ده كابتن عادل هيكل بالظبط، وكابتن حمد امام. ودي على باب صاله عبد الرحمن فوزي بمسماها القديم. في الغالب كانت زياره لتوطيد العلاقات، يعني كان دايما الاهلي والزمالك المسؤولين عنهم بين الفتره والتانيه تلقى زيارات متبادله، واللي بدا ده الكابتن حنفي بسطام. يعني ده كان العادي يا استاذ محمد. يعني الدنيا بتتغير، مش عارف بتتغير ليه كده، لكن يعني عمرنا ما شفنا. كان في احترام، ما حدش ياخد من حد لعيب، ما حدش يفوت لعيب دايما. حاجات كتيره حلوه. يعني انا حتى كان والدي بيكلمني يقول لي احنا كنا نخلص ماتش الاهلي والزمالك ونروح ونفطر وناكل مع بعض ونخرج مع بعض. الدنيا لا، والدك ده كان موضوع تاني. اولا والدك ده انا كنت بعتبره من ظرفاء مصر، دمه خفيف بشكل. فكان الجيل بتاع الثانويه الرياضيه، هو وفاروق جعفر وحسن درويش ومحمود الخطيب، كابتن مصطفى يونس وكابتن مصطفى عبده. لا ده انا بكلمك الثانويه الرياضيه. بالظبط. اللي هم بيطلعوا بيتمرنوا ان هم زي مدرسين الالعاب في مين بقى ده؟ اهو كابتن غانم اهو. كابتن غانم اهو. بالظبط. ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يخليك. يعني كانت زي ما انا بقول لك العلاقات. طب الصوره دي ايه بقى؟ الصوره دي انا شايفك فيها. لا انا مش موجود. انت؟ تفتكر انا موجود؟ مين في واحد صغير تحت خالص كده؟ ايوه انا شايفك فيها. يعني لو يعملوا لنا زوم شويه هتلاقي انا تحت خالص، اصغر واحد موجود. ايوه انا بقول اصغر واحد. بالظبط بالظبط. يا اخي بتفكرنا بايام ايام بصراحه. ايه الايام الحلوه دي؟ ذكريات جوه النادي بصراحه، يعني الواحد عمره ما ينسى. انا كنت بشوف احمد حسام ميدو ثلاث مرات، الصبح الساعه 10 يلعب مع فرقه 15، بعد الصلاه الجمعه يلعب مع فرقه 17، على الساعة 3 يلعب بقى مع فرقة ال 18، فرقة ال 20. في حد جنبي؟ طيب ما هو انت ممكن ما تجيبوش، بس يعني انت عارفه برضه. انت صورته برضه، كنت بتصوره في الفريق في النادي. لا مش فاكر والله يا خالد. هو اللي في ظهرك صغير برضه هو. لا نظري مش احمد معايا في الصورة دي. نظري مش جاي في النادي برضه. احمد غانم؟ بالظبط. وده كان الكابتن احمد عبد النبي، دلوقتي موجود مدرب في النادي. وكان في الصوره دي برضو كابتن ايمن عبد العزيز. ايمن فوق اللي واقف. بالظبط. ايمن فوق في بالظبط.
وايمن معانا اهو في الصوره. اه ايوه اللي واقف لابس مخطط. اه بالظبط بالظبط. حاجات يا اخي رجعتنا، بس ذكريات حلوه طبعاً. وايام انت عمرك طبعاً ما تنساها. طبعا بالظبط بالظبط. طب قول لي برضو يعني ايه الموقف اللي ما تنساهوش؟ انت بتقول اكتر واحد صورته كابتن حازم امام، ايه الموقف اللي انت ما تنساهوش معاه؟ مع كابتن حازم؟ بالظبط. او مع الكابتن حماده يعني. لا خليني في الكابتن حماده. عشان كابتن حماده لما كان وكيل لاتحاد الكوره اتفق معايا ان ما كانش في داتا، لا في معلومات ولا في صور ولا في ولا في ولا في. هو كان من خلال ان هو لما كان بيتصل عنده ماتش وبيحضر له هيذيع ماتش يعني تعليق، فكان بياخد رأي في بعض حاجات، مين عليه انذار انذارين، مين عنده انذار، مين كان بيراجع معايا الحاجات ديت. فلقى ان قصه التاريخ الرقمي الاحصائي متوفره عندي، فاتفقنا ان احنا هنعمل مركز اعلامي في اتحاد الكوره. وفعلا الراجل عمل كل حاجة يعني كتأسيس وإنشاء، عمل كل حاجة، بقى الصحفي يلقى له مكان، ترابيزة يسند عليها لو يكتب، ميكروفون لو هيتكلم، سماعة لو. وقبل ما نبتدي بقى ندخل الداتا ما تمتش. لكن هو كان صاحب الفكرة الله يرحمه. هو كان صاحب الفكرة. والدور الأيام أشتغل أنا في اتحاد الكورة يعني كده شغلي بقى مش متطوع، ويبقى المسؤول عني الدكتوره مي الحلواني. فعملنا كل يعني الموضوع ما بعدش كتير. عملنا يعني كابتن حماده هو من خلال المرحوم الكابتن عزمي مجاهد. بالظبط طبعا، ربنا يرحمهم جميعا. الناس عم. يعني من اثروا في كل الزملكاويه وتاريخ ورموز كبيره جدا هتيبوا في تاريخ وكان العظيم نادي الزمالك. طب عايز اتكلم معاك برضو يعني حكايتك بقى مع الاطفال في الماتشات واللي ينادوا عليك بقى ويتيبوا الصور ومش الصور. ده الموضوع بقى اللي هم بياخدوا قلبي يا خالد والله. ما بتعرفش والله. انا اصلا بقعد ادور على طفل دايما، عندي الاولويه الطفل يعني. اصل الجمهور بتصور كتير وبتصور على طول وموجود على طول، بتدور انت على المختلف. الطفل العائلات البنات، وبعد كده بتيجي بقى اهميه زي دي مثلا. كله اطفال. كله اطفال، الصور كلها اطفال. ما بتعرفش تقول لا انت اطفال. ايه؟ اطفال ما بتعرفش تقول لهم لا خالص. لا بروح لهم واحركه ونزل لي على السلم. تعالى لي يمين. تعالى لي شمال. ببقى عايز ان انا بالزبط استفرد بيه يعني. بالظبط. طب هتيبوا صوره بقى ام الزملكاويه اللي يعني كان ليها صدى كده على السوشيال ميديا برضه. هو برضه من نفس المنطلق يعني. ان انا كنت بدور فلقيت الشباب بيندعوا عليا بكثافه قوي، هتيجي هتيجي صور الحاجه. فببص لقيت بسم الله ما شاء الله ربنا ربنا يديها الصحه، ربنا يديها الصحه طبعا، وحوالين منها احفادها. فحاجه ولذلك سعيت برضه ان انا ازورها في البيت اشوف ايه الحاله ديت يعني. احنا جبناها هنا ما شاء الله. عرفت عرفت. ما شاء الله ما شاء الله يعني حاجه يعني. وفاكره من ربنا اداها الصح. هي يعني مدرسه في الاصل، مدرسه ثم مديره مدرسه، ف مربيه اجيال يعني. صحيح. فبتربيهم على حب الزمالك. لا واتكلمت على الكابتن حسن شحاته والكابتن طه. لا ما شاء الله ما شاء الله. بالظبط. وحتى وقتنا هذا عبد الشافي وشيكابالا وزيزو بتتكلم وبتقول وجهه نظرها. حديثها كان ممتع. انا خدت لها ناس من الجمهور يعني، لما رحت لها خدت لها ناس من الجمهور. خدت لها ست اشخاص وطفله لما رحت لها يعني. عشان كده هتيجي جمهور الزمالك مختلف عن اي جمهور تاني طبعا. يعني دي حقيقه اهي. معانا الصوره اهي. بص، اذا ولد الطفل، انت عاشرت كتير وسافرت. لا انا زي ما بقول لك، اذا ولد الطفل ولديه التذوق هيطلع زملكاوي. هيطلع زملكاوي، غير كده حلو ربنا معاه بقى. وده اللي انا بقول لك، ده اللي بنشوفه يعني. احنا حتى الزمالك من خلال الصور، من خلال الاطفال، من خلال حتى المواقف اللي بنشوفها من جمهور نادي الزمالك. انت عارف مواقف كتير فيها، مواقف يعني مش عايزين نتكلم عنها. دايما الجمهور هو اول واحد بيقف جنب النادي، بيسافر ورا النادي وبيروح. استحمل. انا عايز اقول لك ان انت يعني سافرت كتير وشفت جماهير هنا وجماهير هنا وجماهير هنا، لكن مفيش زي جمهور الزمالك طبعا. انا اللي انا شفته في السعوديه، انا رحت السعوديه البطوله العربيه دي على حسابي، محدش كان مصدق ان انا شفت ناس والله يا خالد
فيهم ناس انا بعتبرهم اهلي في الوقت الحالي، لان التواصل مستمر. اللي عملوه معايا او اللي عملوه مع الفرقه بشكل عام ما يتصدقش. لا وشفناه، شفناهم حاجه ما خدش. مين طيب اللاعب اللي تيبو بيعتز بيه جدا؟ انا عارف فيه كتير بس يعني في حد كده. الجيل الحالي الجيل الحالي طلع شيكابالا بره اللعبه طبعا، ده ما فيش كلام. انا عجبني طريقه زيزو، في التزامه، سلوكه، حافظ على نفسه، بيحب الفرقه، ملوش مواقف شخصيه، ده حاجه. ملوش مشاكل، ملوش ازمات، ما بيعملش اي حاجه، هو مركز بس مع نادي الزمالك بس. شغله بس. شغله. ايه الصوره اللي صورتها الفتره الاخيره انت معتز بيها جدا؟ اي صوره فيها فرحه، فرحه جون، فرحه بطوله. في ماتش ارت سولار وبيراميدز عرفت تصور ولا فرحت؟ انا قلت انت هتنسى الكاميرا وتجري. لا انا بتحصل معايا حاجات، بلعيب رايح يجيب جون بعيش الهجمه وبسيبه وبنسى الكاميرا. انا عارف، شفتك قبل كده. بالظبط. ده عيب في شغلنا، انك ما ينفعش تبقى لازم تبقى فاصل، مشاعرك. انا ما بعرفش، ما يعني ما بتقدرش تسيطر على مشاعرك. لذلك ممكن ما اصورش الجون، اصور الفرحه بقى، اكون تكون تكون انت فرحت معاهم وبعد كده صور. صعب بالظبط، صعب عليا كزملكاوي يعني. عارف لو حاجه تانية مثلا بصور ماتش تاني ملوش علاقه بالزمالك وبتاع، ماشي الحال، كل ده هتلقى الدنيا لكن تمام. لكن مع الزمالك تيبو بينسى نفسه. لا لا لا، مع الزمالك دما ولحما كلنا. والله كل حاجه. طيب مين اقرب لاعب بقى ليك في الوقت الحالي او من الجيل الحالي اللي موجود في الفريق غير شيكابالا؟ شيكابالا انا عارف انت من الناشئين يعني. يعني نقدر نقول حمزه المسلوسي، ولكن اللي انا مستمر في علاقتي بيه وحاسس ان ده راجل اتعرض لظلم بين، محمود جنش. محمود جنش ده موضوع تاني بالنسبه لل من اطيب الناس. جنش لحب الزمالك، طيب، من اكتر الناس اللي بتحب الزمالك وبتخلص نادي الزمالك، واخف دم. انت ممكن لا اخف دم دي احطها على جنب. اخف دم انت ممكن تشوفه. زملكاوي زملكاوي يعني. زعلت انت ما مشي من النادي؟ طبعا زعلت وندمان ان كنت جبان ما عرفتش دافع عنه، لان انا كنت اعرف الحكايه بالكامل. هو طلع ووضح من للاسف يعني. لقيت ان انا لو اتكلمت عن جنش هبوظ حاجات تانية، هبوظ حاجات تانية كتير، فالتزمت الصمت. لا بس ان شاء الله باذن الله جنش يعني يا رب يختم حياته يعني حاجه. ان شاء الله باذن الله يرجع في اقرب وقت النادي الزمالك بيته اللي هو يعني. ان شاء الله ان شاء الله بالزبط. اتمنى. وكل جماهير نادي الزمالك في برضه لعيبه كده ما كل الناس بتتفق عليها، جنش واحد منهم. طبعا طبعا طبعا. اتمنى يا رب. الصوره دي بقى دي يعني دي بقى الحاجات اللي انا بعتز بيها دي فعلا. دي كانت في السعوديه. الصوره دي الكاميرا كانت فرحانه. لا ده الكاميرا بتاعتك كانت فرحانه. الصوره دي ليها موقف طريف قوي. هم عده صور. ان حد طلبهم مني، حد زميل، اسطورتين رونالدو عالميه وشيكابالا. لا حد زميل طلب مني الصور دي واحنا في الملعب، واديتها له واحنا في الملعب. على ما رجعت السكن عشان انزل الصور دي لقيتها منتشره في كل حته يعني. بتاعت بالظبط. بس انت ما يفرقش معاك الكلام ده. لا ما يفرقش. بس هي كانت صوره غاليه، صوره عزيزه عليا وكل مترقبها يعني. لا ويمكن انت خدت كذا كادر لرونالدو وشيكابالا خاصه يعني. دي من الصور اللي انا اعتز بيها بصراحه. يعني دي ممكن نقول عليها صوره عام 23 بالنسبه لتيبو. يعني بالنسبه لتصوير تيبو قيمه الصوره كمان. قيمه الصوره اللي هي موجود فيها شيكابالا وكريستيانو، فالصوره يعني. لكن انا في صور حد بقى صورها لي غفلني مع بن شرقي، دي برضو غاليين عليا قوي، لاني كنت شبه ببكي يعني لما كنت معاه في الملعب وقال لي ان هو ماشي. واقسم لي. هو الناس جميلة الزمالك كلها زعلت طبعا لما مشي، بس هي كانت ظروف خاصة ليه هو. لكن برضه إن شاء الله لو في فرصة أكيد يعني جمهور الزمالك بيتمنى إنه يرجع. يا رب والله وحشنا والله. لعيب كبير طبعا. طيب أخيرا بقى عايز أعرف منك، مين اللعيب اللي كان كريم كده مع كل اللي حواليه، اللي زي ما بنقول في البلد كده كان صاحب واجب مع الناس كلها؟ هو جنش وشيكا. ده هي دي الصورة أنت بتتكلم عليها. دي حد صورها لي. عبد الرحمن الشرقاوي، زميلنا عبد الرحمن الشرقاوي. وفوجئت ان هو بيبعتها لي. دي قبل مباراه الكاس اللي
صح كده؟ اه وهو بيبوظ دماغي كده. خلاص دي قبل مباراه كاس مصر اللي هو كان لاعبها وكسبنا وبعد كده بالظبط رحل عن النادي. طبعا كان موقفه محترم قوي ان هو كمل رغم انتهاء عقده، يعني ان هو كمل السيزون وساهم في ان احنا نخلص البطولات دي كلها. ربنا يرجعه بالسلامه يا رب ويكتب له الخير ويوفقه. انت بتحب اللعيبه اللي بتخلص النادي الزمالكاوي؟ انا بحب اللعيب الزملكاوي. ما انا بقول واللي بيخلص خالد انا اعرف مين زملكاوي ومين مش زملكاوي، او مين زملكاوي ومين بياكل عيش، او مين زملكاوي ومين مقضيها. لا انا بحب اللعيبه اللي بحب نادي الزمالك، لذلك برضو تلاقي في لعيبه كتير قوي بتتعرض لظلم، لان احيانا الجمهور مش فاهم حاجه او احيانا الجمهور بيتاثر بالسوشيال ميديا. لكن في لعيبه زملكاويه دي تحطها على دماغك. موجود في النادي بره النادي زملكاوي. هو زملكاوي 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 زملكاوي. احنا شيء بشيء يذكر، مثلا احمد سمير في النادي مش لا. موجود في النادي مازال بيعلم ولاده حب الزمالك. كان عنده صوره ليوسف والبنوته ماسكين علم الزمالك في بلجيكا. مش الاغنيه قالت لك اللي رباني كان زملكاوي؟ بالظبط. الحاجات دي ما يعني ما ينفعش حد يشتريها وما ينفعش حد يصطنعها، هي بتبان عليك. صح صح يا استاذ محمد، انت شرفتني ونورتني. الوقت عدى كده على طول. الوقت والله الوقت الحلو، شفت يعني الوقت في ثانيه عدى معاك. انت يعني طبعا انت بالنسبه لجماهير الزمالك انت بالنسبه لهم ايقونه. انا مبسوط اني معاك ومبسوط ان زي ما قلت في قناه بيتي لنادي الزمالك، وبشكر فريق اعدادك بنشكر طبعا كل فريق الاعداد على كل الحاجات الجديده. شكر خاص للزميله مي مصطفى طبعا. زميلة مي وابراهيم رمضان واستاذنا جاليليو، كل الناس بصراحه مش عايز انسى حد، واميره، كلهم ناس طبعا اساتذه وفارقين بشكل كبير في شغلهم مع برنامج نهارك ابيض. مبسوط ان معاك ونهارك ابيض. انا اللي اتشرفت بيك يا تيبو، وبشكرك شكرا جزيلا، وربنا يديك الصحه وتفضل كده منور نادي الزمالك وكل الماتشات والمناسبات الحلوه مع نادي الزمالك. حبيبي يا خالد، اشكرك يا تيبو. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده، وكان منورني ومشرفني محمد عبد التواب تيبو المؤرخ الفوتوغرافي الكبير في تاريخ نادي الزمالك، بشكره شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني اشوفكم بكره على الف خير، ودايما وكل وقت نهاركم ابيض بخطين حمر.